بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ امبارح النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وأشاد سيادته بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الـ11، وثمن الروح العالية اللي تحلى بها جميع أفراد الفريق واللي بتعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، وأعرب كمان سيادته عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. المدير الفني للنادي الأهلي السويسي مارسيل كولر أبدى سعادته بالتتويج رفقة ناديه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الوداد. وقال كولر خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: سعداء جدا بالتتويج بالبطولة، وكنا نعلم صعوبة المباراة، وقلت للاعبين عقب مباراة الذهاب لابد أن نسجل هدف في مباراة الإياب لأنها هيكون مفتاح الفوز، وفعلا سجلنا من كرة اتمررنا عليها ووصلنا للنتيجة اللي عايزينها. وقال كمان بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين أنه لابد من تغير تواجدنا في منطقة الدفاع وعلينا أن نضغط ونسجل، وبالفعل ده حصل بعد التبديلات وسجلنا وأتيح لنا فرصة واثنين وثلاثة محققين. وده بعد المباراة اللي اتلعبت امبارح وانتهت بالتعادل 1-1 بين الأهلي والوداد في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي، وبكده الأهلي فاز بمجموع المباراتين 3-2. النادي الأهلي أصبح هو سادس الأندية المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، ولا تتلعب في السعودية لأول مرة في ديسمبر المقبل، وده طبعا بعد فوزه ببطولة إفريقيا. وانضم الأهلي إلى خمس فرق ضمنت مقاعدها في البطولة اللي ضمنت مقاعدها في كأس العالم للأندية حتى الآن، هي الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي، وأورواوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكا كاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا. محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وصاحب هدف التتويج بالبطولة قال: ده هدفي الأغلى لحد دلوقتي، وده عمل مدير فني ولاعبين واستحقين الفوز بالبطولة إننا لعبنا على نفسنا. وقال كمان: البطولة اللي فاتت كنت مصاب، وحاليا ربنا عوضني في نفس الملعب، وأهدي البطولة دي لعائلتي وأشكر جماهير الأهلي اللي ساندتنا طوال المباراة. وقال كمان: قبل المباراة قعدنا مع بعض وتعاهدنا على الفوز بالبطولة من أجل إسعاد الجماهير. النادي الأهلي تمكن من الفوز بمكافأة مالية كبيرة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، وهيحصل الأهلي على مكافأة مالية قدرها 4 مليون دولار لتحقيق اللقب ده، بالإضافة كمان لحصوله على 1 مليون دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية. منتخب مصر خاض مران الأخير امبارح باستاد القاهرة الدولي، وده قبل السفر إلى المغرب اليوم لخوض المباراة المرتقبة أمام غينيا، وبيترأس البعثة في المغرب خالد الدرندالي نائب رئيس اتحاد الكرة. محمد صلاح قائد منتخب مصر نشر صور من تدريب منتخب مصر الوطني استعدادا لمواجهة غينيا المحددة ليها يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وكمان مباراة ودية أمام جنوب السودان يوم 18 من نفس الشهر. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقد جلسة مع اللاعبين على هامش تدريبات الجمعية للأبيض امبارح اللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف برجيلة، وحرص على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، ده بجانب شرح العديد من الأفكار والجمل الفنية للعمل على تنفيذها خلال التدريبات. محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم تواجد بنادي الزمالك في تدريبات الجمعية للأبيض امبارح اللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف برجيلة بمقر القلعة البيضاء. منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفني حقق فوز كبير على نظير منتخب فلسطين بنتيجة 5-1 في ختام دور المجموعات بكأس العرب، ورفع رصيده إلى النقطة السابعة متصدر المجموعة الثالثة.
ريم سلامة لاعبة منتخب مصر للكاراتيه توجت بالميدالية الذهبية في منافسات الدوري العالمي المقامة بمدينة فوكوكا باليابان، وده ضمن منافسات وزن تحت 50 كيلوغرام. أحمد المصري لاعب منتخب الكاراتيه حقق الميدالية البرونزية في منافسات بطولة الدوري العالمي اللي بتقام بمدينة فوكوكاو باليابان، ده بمنافسات وزن فوق 84 كيلوغرام. النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إنجليزي فاز بجائزة أفضل هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا فوز هدف هالاند في مرمى فريقه السابق ببروسيا دورتموند الألماني بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال 2023. الدولي الإسباني رودري لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، ده بعد ما قام أو قاد فريقه لتحقيق اللقب تشامبيونز ليج، ده بعد تسجيل هدف الفوز في النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي في المباراة اللي أقيمت بالعاصمة التركية. نادي روما الإيطالي أعلن امبارح التعاقد مع اللاعب الجزائري حسام عوار في صفقة انتقال حرة بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لبسنت ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.